الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، غفر الله له ولشيخنا ولوالدي شيخنا وللسامعين ووالديهم ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المصنف رحمه الله: باب تحريم سفر المرأة وحدها. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا الباب ختم به آداب السفر رحمه الله ليبين حكم الشريعة في سفر المرأة، وهو على التحريم، هذا هو الصحيح، وهذا الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أنه يحرم للمرأة أن تسافر وحدها من غير ذي محرم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. اكتفى الإمام النووي رحمه الله بهذين الحديثين المتفق على صحتهما في الاستدلال لما ترجم عليه من تحريم سفر المرأة وحدها من غير ذي محرم. الأمر الأول أنه تكلم فيه رحمه الله على المسألة وعلى الميقات الزماني، فقال: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وهذا الضابط أيها الكرام الفضلاء ضابط مهم جداً، يدل على أنه مع أنه يحرم عليها أن تسافر وحدها فقد فعلت كبيرة من كبائر الذنوب. انتبهوا لهذا الضابط يا كرام. ذكر الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية وذكر ضوابط للكبيرة: أولا، إذا توعد على الفعل بالنار يعد من الكبيرة. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار فين؟ في النار. فدل أن الإسبال من إيش؟ من كبائر الذنوب، وقص على ذلك. الأمر الثاني، ما توعد عليه بنار، ما توعد عليه إيش؟ بالنار، أيضا يدل أن الفعل من كبائر إيش؟ من كبائر الذنوب، كقتل النفس، كشرب الخمر، كالربا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أيضا يدخل أنه هذا الفعل من كبائر إيش؟ من كبائر الذنوب. إذن ما توعد عليه بالنار، ما توعد عليه باللعن، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهدين، وقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة الحديث. الضابط الثالث أيها الكرام الفضلاء، ما توعد عليه بحد في الدنيا كشرب الخمر أو قتل النفس أو السرقة. رابعا، ما توعد عليه بالغضب كقول النبي عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. خامسا، ما ذكر فيه نقص الإيمان أو نفي كمال الإيمان. أو السابع، أو قول ليس منا. النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم لما دخل السوق فوجد صبر الطعام زنبيل، يعني في شعير أو قمح، فوضع يده في أسفله فمست بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني نزل مطر. قال: ألا جعلته فوق ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
النبي هنا قال ليس من دلالة أن الغش كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا ما كان فيه نقص الإيمان كقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من خاب وخسر؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه يعني شروره. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يعني معناه أنه ما كرم الضيف يعني فعل كبيرا من كبائر الذنوب. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزه؟ قالوا يوما وليلة والضيافة 3 أيام وزاد فهو صدقة. وأيضا ما توعد عليه أيها الكرام الفضلاء كما قلنا بنفي كمال الإيمان أو بنقص الإيمان أو بقوله صلى الله عليه وسلم ليس من. هذه كل 7 ضوابط إذا وجدت في الحديث فمعنى أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. والنبي هنا ماذا قال؟ قال لا تسافرن، أكد الفعل بنون الثقيلة، والله هنا لا ناهية. ولا تسافرن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وجدتم الضابط الآن هنا، تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة. يا سلام، اليوم يبدأ من إيش؟ من الفجر إلى غروب الشمس. قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ولذلك ربنا تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاليوم يبدأ أيها الفضلاء ليس من الساعة 12 بتقويم الساعة، لا. ولذلك في التقاويم الموجودة الآن يعدون اليوم يقول لك دخلنا في اليوم الثاني، لا هذا غير صحيح. اليوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق، والفجر فجران، فجر كاذب كذنب السرحان يكون عبارة عن هذا الضوء المعترض في السماء من الشمال للجنوب، هذا لا يبيح صياما، ويجوز إنسان أن يأكل فيه وأن يشرب وأن يأتي حاجته. والفجر الثاني الصادق هو الفجر الذي ينفجر من جهة الشرق إلى الغرب، وهو الذي يوقف معه الإنسان عن يتوقف عن الطعام والشراب ويبدأ فين أحكام الصيام. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس. إذا أشرقت الشمس منها هنا، إذا وغربت منها هنا فقد أفطر إيش؟ الصائم. إذن الفجر إلى غروب الشمس هذا يوم، ومن غروب الشمس إلى الفجر التالي هذه ليلة. إذن اليوم والليلة من متى؟ من الفجر إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر. هذا الميقات الزماني حسبه العرب بما يسمى المرحلة والمرحلتين، بما يسمى المرحلة والمرحلتين. وقالوا هذا يصل إلى 80 كيلا، 80 إيش؟ كيلا، وهو سير الإبل مرحلتين، فعد المرحلة 40 كيلو. المرحلتين عبارة عن 80 إيش؟ كيلا. وفي بعض روايات حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين في الأحاديث بالفرسخ، وله قدر من الأميال، فلما ضربت في بعضها وصلت إلى 80 إيش؟ 80 كيلا، 80 كيلا. فدل على إذا انتفى الميقات الزماني عمل بالميقات المكان اللي هو المسافة. طب كيف ينتفي الميقات الزماني؟ منديل بعد ذلك. كيف ينتفي الميقات الزماني يا شباب؟
معذرة. الميقات الزماني ينتفي الآن بوجود الطائرات ووسائل الإيش المواصلات. الحديث يقول لك يا أخي أنا زوجتي حتيجي من بلدها ما حتقعد يوم وليلة، يكون المسافة من بلدي هنا ساعتين طيران. نقول له هنا نطبق إيش الله. ولذلك هذا دين عظيم يا كرام يا فضلاء. قال ربنا عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك أنا وطأت بهذه التوطئة، أذكر لكم اليوم والليلة كم تساوي بالكيلو مترات اللي هي مسافتنا هنا في هذا الزمان، لكي نعرف الجمع بين الإيش الأمرين. يقولوا طيب من بلدك لحد هنا كم؟ يقول والله 2000 كيلو. 2000 كيلو للطائرة بتاخد 1000 كيلو فين؟ في الساعة إيش الواحدة، البوينج ولا الإيرباص. نقول له 2000 كيلو هذه خلاص هذا حرام إجماعا، هي 80 كيلو ما تسافر، فما أظنك بإيش بألفين إيش بألفين كيلو. عرفت الآن قيمة ولذلك هنا النبي ذكر في أحاديث بالفراسخ وأحاديث بإيش باليوم والليلة، لما تجمع بين الحديثين يطلع لك 80 كيلا سبحان الله. ولذلك حتى نعلم من لدن حكيم حميد. وقال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال أبو ذر وما من طائر في السماء إن عندنا منه خبرا. وقال سلمان لما اليهود يستدرك عليه هل علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء؟ قال حتى الخراء عليه الصلاة والسلام علمنا عليه كيف نقضي إيش كيف نقضي الحاجة. يقول بعض الناس وفي زماننا هذا تغيرت وسائل السفر وأصبحت أكثر اقترابا إلى غير ذلك، ولا بأس أن تسافر من غير محرم. يقول هذا كان غير صحيح غير صحيح. والله أنا قرأت بعض الأخبار أن امرأة انتهك عرضة في الطيارة، الله عافينا وياك، أعجبها عجبت الكابتن فكلم المضيفة أخذتها إلى والعياذ بالله غرفة الكابتن. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يقول إنسان هذا الأشياء أبدا. والمرأة أشد ما تكون احتياجا لزوجها أو لمحرمها فين في السفر، ليحمل لها المتاع، ليقضي لها إجراءاتها إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. والمرأة بطبعها ضعيفة، لو حدث لها أقل شيء يؤثر وتضطرب نفسيتها بإيش بمثل هذه الأشياء. فلا يتساهل الإنسان مثل هذه الأمور. امرأة ترسلي رسالة الآن تقول يا شيخ أنا بعدما توفي زوجي كثرت علي النفقات والمسؤوليات، وتسأل في أمر يخص الزكاة. نقول حتى تعلم المرأة المتنمرة قيمة زوجها. وهذا والله استقراء وجدناه، إنه ما ينفصم عور البيوت ويسقط طلب الخيمة إلا بعد وفاة الزوج، حتى تعلم المرأة أنها وحدة ما تستطيع مهما فعلت. يكفي أن يطمع فيها الرجال وكل من هب ودب. ولذلك عمرو بن أبي ربيعة كان شاعرا مجيدا، وكان هذا الشاعر محب يحب النساء، حتى لما حضرت الوفاة جلس أخوه عنده ويبكي، قال والله تبكي؟ والله قال إني ما فعلت فاحشة قط، كله كان كلاما في الشعر. قال له ترى أبشرك يعني أنا عارفك أنت بتبكي لأن كل شعري كان فين في النساء، كل شعري. حتى في مرة صور سبحان الله له عنده الرائية، عنده قصيدة اسمها الرائية، يصور لما تعيش في كلماتها كان بيصور لك مسلسل اغتصاب عفنا الله وإياكم، وكله هي إيش تخيلات شعر. نسأل الله السلامة والعافية. حتى يقول فيها وكان مجني مما كنت أتقي 3 شخوص كاعبان ومعصر. إيه معناها؟ قال لما ذهبت إليها وزرتها في خيمتها والقوم نوم نيام ولم يشعر بي أحد، ثم بعد ذلك أخذوا ينتبهون إلينا، ثم جاءوا لكي يسألوا عمن دخل هذه الخيمة. فكان مجني يعني قال كان المجن اللي هو يوضع على الرأس الخوذة، يعني كان وقايتي مما كنت أتقي من قدوم رجال الحي ليهجموا علينا 3 شخوص 3 نساء كاعبان ومعصر. المرأة المعصر هي المرأة التي حاضت، والكواعب الأتراب هي المرأة التي ظهر
نهديها وثدييها ولما تحيض، لسه ما بلغت ايش المحيض، قال لبست مثل الحريم وطلعت في وسط في وسطهن. شفتوا انت الان لما تتخيل تقول معنى هذا كان هو كله تصوير. قال والله ما فعلت الا هذا الشيء. القصه كان في ايام منى اللي انا اريد ان احكيها لكم على مساله وجود المراه معها محرم حتى ولو كان صبيا. في ايام منى رايحون هم يرمون، فخرجت تلك المراه ترمي وكانت شابه صغيره، فاخذ يكمن لها ويريد ان يراودها. احنا في الحج يا ابن الحلال، نسال الله السلامه والعافيه. فلما رات منه ذلك قالت ليس اليوم لعله غدا، فاتت غدا باخيها وكان صبيا صغيرا، فلما راه انخنس وجري، فقالت ابياتا، قالت تعد الثعال على من لا اسود له وتخشى صوله المستاسد الضاري. تعد الثعال، الثعالب يعني، على من لا اسود له وتخشى صوله المستاسد، الاسد ايش الجسور الضاري الضارب الذي، وهكذا. فتجد سبحان الله المراه لو معها ابنها صبي صغير يخنس عنها ليش الفسق والطامعون. لا تسافرن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لهذا الضابط المهم. فتذكر المرأة بذلك أختا بنتا زوجة، وقل لها وإن فسد الزمان فكوني كما أنت فين بطاعة الرحمن تبارك وتعالى. لأن النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم في حديث صحيح قال ستأتي سنون خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ثم قال عليه الصلاة والسلام القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر وله أجر 50 منكم. الصحابة تعجبوا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، قالوا كيف 50 منا، بل قصدك 50 منهم؟ قال 50 منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. هذا غربة الزمان. من حديث ابن عمر في الصحيح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما فسد الناس. فلذلك تذكر، ولذلك هنا كما قال في الصحيح أيضا عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة إلي. فتعرف قيمة العبادة في وقت الفتن، في وقت ضعف الناس في دينهم إلى غير ذلك، وسهولة أمور المعاصي. لا تسافرن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مسيرة يوم وليلة من غير ذي محرم، أو ليس معها محرم. ثم أتاك بحديث عظيم آخر يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أن يترك ذروة سنام الإسلام لكي يذهب محرما مع زوجته. يا رسول الله، إن بعد ما النبي ذكر بالحديث وهو النهي أن تسافر المرأة إيش وحدها، قال نعم أحسن الله إليكم شيخنا، قال يا رسول الله، لا أول حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. لا يخلون رجل وامرأة إلا ومعها ذو محرم، حتى وإن كنت كما يقول بعض الناس الآن أنا أسوق سيارة أو أعمل في توصيل إلى غير ذلك، فنقول نعم، لأن السيارة وعفا الله وإياكم هي عبارة عن مكان للخلوة والاختلاع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يراكم فيها إلا الله تبارك وتعالى. وكم من أعراض انتهكت في هذه الإيش في هذه السيارات، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يتساهل أحد في ذلك. طيب النبي لما قال لا يخلون، لا يخلون، قاعد هذه اللفظة الجميلة لا يخلونه،
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. حتى ولو كان يعلمها القرآن، حتى ولو كان يشرح لها كتب الفقه، لأن هنا النهي عام لم يخصصه مخصص يا شباب، النهي هنا عام لا يخصصه مخصص. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، حتى ولو كان في الرقية، حتى ولو كان في الرقية أيضا، هذا هنا عام، النهي هنا عام لم يخصصه مخصص رعاكم الله، ويبقى العام على عمومه حتى يخصصه المخصص، ويبقى المطلق على إطلاقه حتى يقيده مقيد، وهنا ما في تقييد. فما تقول والله احنا بعلمها انا كذا الى غيره ذلك مثل هذه الاشياء، هذا كله ينهى عنه. والنهي هنا للتحريم، الا ومعها ذو محرم. ذو محرم ايها الكرام الفضلاء ليس المميز ولا الصغير، انما هو الرجل الرشيد البالغ العاقل الذي بلغ وعقل، هو الرشيد، هو الذي يكون ذو محرم. ما هي مع رفقة مأمونة؟ هذا كول للشافعي وضعيف. المرأة للمرأة ليست محرما، المحرم لابد أن يكون ذكرا رشيدا بالغا عاقلا من محارمها المؤبدين. طيب أنا معي أخت مراتي، أنا محرم؟ لا، لأنك أنت لست محرما مؤبدا إلا مع ذو محرم، يعني محرم مؤبد التحريم، لأن المحرمية نوعان، مؤقت التحريم ومؤبد إيش التحريم. مؤقت التحريم كأخت الزوجة، لأنه إن ماتت الزوجة أو طلقت جاز لك أن تتزوج إيش بأختها، أو أخو زوجي نقول هذا ليس محرما إيش، لكن لأنه ليس محرما مؤبد التحريم. المحرمية نكون تحريم على التأبيد رعاكم الله، أما على التأقيت لا، ليس بإيش بمحرم ولا برفقة ولقد وجدنا ذلك كثيرا، تكون نساء مع بعض كل واحدة في حالة ولا واحدة أنها تكترث للأخرى. فما ظنك إن النساء اللاتي خرجن أصلا هن كلهن فاسقات عساك وعفاك أو ضعيفات في الديانة، فكيف هذه تكون رفقة مأمونة؟ هذه ليست أبدا إيش بمأمونة. هنا أرأيتم هنا ركنان عظيمان، عد الجهاد الركن السادس وذروة سلام الإسلام، هنا مسألتان لركنين عظيمين وفريضتين كبيرتين قالها ذلك الصحابي. انتبه هنا، لأن عنده المسألة هذه حادثة وحاصلة. يا رسول الله إن امرأتي خارجة حاجة، لا إله إلا الله، أرأيتم حج فريضة حج واجب، وهل هناك، هذا رد على من يقول لك رفقة إيش مأمونة، هل هناك أفضل من رفقة مأمونة وصالحة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أفضل منها؟ في أفضل منها؟ كان النبي يستطيع أن يقول له نعم لا بأس يا فلان، أنت طالع حاج خذ بالك من إيش زوجة فلان، صح ولا مو صح؟ في أأمن من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم؟ لما قالت عائشة في صواد المعطل لما تكلموا في حديثة الإفك، قالت فوالله ما كلمني وأنا خلي بعيره حتى ركبت عليه. في أفضل من الصحابة الكرام الذين زكاهم الرحمن من فوق السبع طباق رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا رد على كل هؤلاء. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، عالم بالحلال والحرام، لكن هنا تبع ماذا؟ تبع الهوى، هنا يستفسر. وهنا قاعدة أصولية أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة. وقاعدة أصولية أيضا
أنه لا ينبغي أن تتوقف عن السؤال ما دمت محتاجا إليه. وأيضا يدل على لطف النبي عليه الصلاة والسلام أنه سمع لهذا الصحابي الجليل وأجابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على اهتبال كل موطن من مواطن إيش الطاعة. دي مرة راحت حج وهذا جوز راح يجاهد، وكلاهما غربة صح، كلاهما متغربان. الحج عليكم السلام ورحمة الله، الحج قديما ليس كما في أيامنا هذه يا شباب، الحج قديما كما أحكي لكم من قصص الحج إسحاق بن راهويه الحنظلي. الرها في اللغة يعني الطريق، تعرفون ليه أبوه سمي براهويه؟ لأنه ولد في طريق الحج، هم قدمين من خراسان، تعرفون في ذلك الزمن 6 أشهر في الطريق ذهابا و6 أشهر إيابا، يضربون أكباد الإبل في بيداء يبيد فيها البيض يضيع فيها الذكي والبليل إلى غير ذلك مثل هذه الأشياء، أحكام عجيبة. فسمي براهويه لأن الرها تعني الطريق، الرها تعني إيش من الطريق، ولد في الطريق. وهناك من أهل العلم من قدموا إلى الحج وكانوا 3 كلهم ماتوا ما وصل إلا واحد، ومنهم من مكث في الحج 3 سنين. لماذا؟ كلما نزل بقرية نفد مالهم، فأخذ يعمل 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 لكي يجمع مال ليبلغه الحج، فيجمع المال حتى يذهب به لمدينة أخرى أكثر قربا من مكة، فينفد المال يعمل 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 حولا كامل يجمع النفقة الحج بعد 3 سنين إيش إلى أن وصل إلى أن وصل. ومنهم من وصل إلى المدينة ومات ولم يدرك إيش ولم يدرك الحج، ثم أخرج هذه القصيدة قصيدة البرع اليماني، وإن كان في بعض المؤاخذات الشرعية، لكن هو يا راحلين إلى منى بقيادي هيرتم عند الرحيل فؤادي، قصيدة معروفة في ذلك، وإن كان في بعض المخالفات الشرعية، لكن هذا يحكي ما حدث له. قدم في ذلك الزمان حتى أصابته الحمى من الطريق، وصل المدينة مريضا وتحرك الركب وتركوه مريضا فمات ولم يدرك إيش، وقصص في ذلك كثيرة أيها الكرام، قصص في ذلك كثيرة في مثل هذه الأشياء. فهنا يا رسول الله إن امرأتي خارجة حاجة، وإني اكتتبت عذري يا رسول الله أني لم أكن محرما معها، أني اكتتبت في غزوة كذا، ويدل على فضل الجهاد ذروة سنام هذا الدين. فالنبي وش قال له؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أحسن الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. خلاص هنا لا تخرج في الغزوة، وهذا فيه إذا تنازعت مصلحتان نبحث لأعلاها، أنت معذور الآن. وهذا فيه أن الحج أن المحرم مع المرأة في السفر الواجب أفضل من إيش من الخروج فين في الجهاد، وهذا يدلك على عظم الخروج مع المرأة في سفرها وهي ومعها محرمها. وهل هناك أأمن رفقة وصحبة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول لهم انطلق إلى جهادك وسنوصي فلان وفلان من الصحابة أن يكونوا معها، أو ستكون مع زوجات أمهات المؤمنين، أو ستكون مع كذا إلى غير ذلك. لا، حج مع امرأتك ليعلم عظم وجود المحرم مع المرأة في الحج وفي العمرة وفي كل سفر من الأسفار. الحديث الأول كان يتكلم لا تسافرن امرأة عموما، الحديث الثاني في خصوص وهو سفر الطاعة والعبادة، فهو من باب إيش من باب أولى. بذلك نقول خلصنا كتاب آداب السفر، ندخل بعدين في كتاب الفضائل إن شاء الله نجعله في مجلس آخر. صلى الله عليه وسلم.